السلام عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد واليوم السادس في دوره التسمين بتاعتنا، وعندنا حاجه مهمه وقويه جدا لازم نستخدمها في دوره التسمين بتاعتنا علشان الاوزان تظبط معانا، علشان ما يبقاش عندنا نافت في دوره التسمين بتاعتنا. هقول لكم تفاصيل كتير قوي النهارده، ولكن الحلقه هتبقى قصيره، مهم قوي تسمعوها للنهايه علشان تستفيدوا من الحاجات اللي احنا بنقولها النهارده لو حابين تتعلموا تسمين صح. طيب قبل ما نبدا الحلقه النهارده كالعاده انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش كمان يا جماعه تكتبوها بايديكم في التعليقات وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. مهم قوي كمان ترفعوا الفيديو بلايك علشان الغير يستفيد، لان اي حاجه بتفيدكم اكيد هتفيد غيركم. خليكم فعالين في الخير وارفعوا الفيديو بلايك يا جماعه، ولو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد. طيب النهارده اليوم السادس لاخواتنا المتابعين معانا من بدايه الدوره، اخواتنا بقى اللي جداد علينا، بصوا يا جماعه نتكلم كده بشكل سريع برضو علشان تبقوا عارفين احنا بنتكلم على ايه. الدوره دي 420 كتكوت ابيض في المكان اللي حضراتكم شايفينه. النهارده اليوم السادس، تابعوا معانا لنهايه الحلقه علشان هنوزن ونشوف الاوزان ونشوف التحويل على الطبيعه. طيب النهارده هتتكلمي على ايه يا سمر؟ النهارده هنتكلم على مضاد السموم يا جماعه، ولازم نستخدم مضاد السموم في دوره التسمين بتاعتنا، وهقول لكم البديل لو بتشتغلوا تربيه بيتي او اعداد صغيره مش مشروع يعني. طيب النهارده عاوز اوريكم بس كده يا جماعه قبل ما نتكلم في اي حاجه، هوريكم التهويه، زودنا التهويه النهارده اهو بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، فتحنا نص الشباك تقريبا، فتحنا كمان الباب، تعالوا كده نتمشى في المكان. بصوا شايفين المكان ده داخل شمس من الشباك اهو يا جماعه، ما شاء الله ما فيش اي مشكله خالص، كمان الكتاكيت متجمعه في المكان اللي فيه شمس زي ما حضراتكم شايفين اهو. هنتمشى كده في المكان ونشوف الباب على الطبيعه. بصوا فتحنا الاوضه، طبعا لو متابعين معانا من بدايه الدوره هتبقوا عارفين ان احنا كنا واخدين بس نص الاوضه كده، ولكن احنا دلوقتي فتحنا الاوضه اهو يا جماعه، دي الاوضه او باقي الشقه اهو، الشقه مفتوحه تماما، اخدنا الجزء اللي احنا كنا قافلينه، يعني لو متابعين معانا هتبقوا عارفين ان احنا كنا قافلين الجزء ده وواخدين الجزء اللي هو نص الاوضه تقريبا، دلوقتي فتحنا الاوضه كامله سايبين بس الجزء الصغير ده. الباب مفتوح ليل ونهار يا جماعه، ليل ونهار الباب ده بيبقى مفتوح، يعني بالليل وبالنهار فاتحينه، بس بالليل بنيجي على نص الباب ده ونحط عليه الستاره او حاجه بس ما يبقاش الهواء مباشر، ولكن الشباك بنقفل الجزء اللي احنا فتحناه ده. احنا دلوقتي الصبح اليوم السادس الصبح، فعادي جدا ان احنا نفتح والشمس بتدخل بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، ولكن لما تيجوا تفتحوا برده لازم تفتحوا بالتدريج علشان ما يحصلش عندكم اي برد ولا اي لطش برد للكتاكيت بتاعتكم. خلاص كده؟ طيب مع التهوية كمان يا جماعة ما ينفعش ابدا ان احنا نطفي الحرارة، درجة الحرارة في المكان اللي انا واقفة فيه ده حاليا دلوقتي 33 ناقصة شرطتين، خلاص كده؟ مهم قوي درجات الحرارة يا جماعة، ما ينفعش ابدا ان انتوا تطفوا الحرارة وتقولوا ان احنا الجو حر، الجو حر عليكم انتوا كبني ادمين، لكن الكتاكيت لازم درجة الحرارة تبقى مظبوطة على حسب العمر. بصوا شايفين طاقة المكان، الكتاكيت بتجري، طبعا لو انتم ملاحظين هتلاقونا معطشين اهو، الكتاكيت مفيش مية قدامها في السقايات تماما، انا عطشتهم تقريبا، هو مش تعطيش ولكن بس على بال ما فتحنا المكان ووزعنا نشارة وبالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، فكانت الكتاكيت طبعا عطشانة. طيب النهارده هنتكلم على ايه علشان نتفادى السموم العاليه؟ هنتكلم على مضاد السموم يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين كده ده النوع اللي احنا بنستخدمه اهو، وهقول لكم برده على اسمه اهو يا جماعه، ممكن تاخدوه سكرين شوت لو حابين، اسمه انتيدوت، بتجيبوا العبوه كده لو عندكم اعداد كبيره، ولكن لو عندكم اعداد صغيره بتشتروا مثلا ب 10 جنيه ب 20 جنيه على حسب الاعداد اللي عندكم، وبتحطوا سنتي لكل لتر من الميه. طيب يا سمر لو احنا مثلا بنربي 10 كتاكيت 20 كتكوت مش لازم ان احنا نشتري مضاد سموم؟ لا يا جماعه مش لازم، ممكن ان انتوا تستخدموا الخل، الخل بتحطوا منه 10 سنتي على كل لتر ميه سقوة كل يوم، خلاص كده؟ طيب تعالوا النهارده هنحط مضاد السموم زي ما حضراتكم شايفين، انا هنا مش هعاير اهو، هحط كده بالنظر معاكم، هنحط لكل لتر من الميه سنتي من الانتيدوت اللي حضراتكم شفتوه ده اهو، تاني لو عاوزين تاخدوا اسمه سكرين شوت خدوه يا جماعه. فيه طبعا مضادات سموم تانية كتير، ولكن هو النوع ده اللي انا بستخدمه بصراحه نتيجته هايله جدا. طيب السموم العالية يا سمر بتعمل ايه؟ السموم العالية يا جماعة بتخلي الفراخ بتاعتكم جسمها ازرق، بتخلي فيه نافق، بتخلي الاسهالات عالية،
بصراحة السموم العالية بتدمر دورة التسمين بتاع الكوف. علشان تطلع دورة تسمين بدون أي مشاكل استخدموا مضادات السموم يا جماعة، أي نوع، مش لازم النوع اللي أنا قلت لحضراتكم عليه، ولكن أنتوا بتسألونا عن النوع اللي أنا بستخدمه، فأنا دايما بحب أقول لكم كل حاجة بالتفصيل. خلاص كده. طيب هنغسل بقى الساقيات اللي حضراتكم شايفينها دي، هنغسلها كويس جدا، هنزودها مية تانية زيادة وهنوزعها في الساقيات، وهنزود كمان ساقيات وعلفات، وهنحط علف في المكان، وهنرجع نوزن الكتاكيت دي على الطبيعة في اليوم السادس الصبح. احنا اليوم السادس الصبح يا جماعة، الوقت الساعة 9 الصبح. خلاص كده. مهم قوي تكملوا معانا الفيديو، مهم قوي كمان ترفعوا الفيديو بلايك يا جماعة، وما تنسوش ابدا ان انتوا دايما تصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلوها ذكر على لسانكم يا جماعة، صدقوني بتفتح الابواب المغلقة. تعالوا بينا نغسل الساقيات ونوزع المية ونرجع نشوف الاوزان على الطبيعة. يلا بينا. خلاص كده يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين وزعنا كمية المية طبعا بمضاد السموم، وقلنا بنستخدم لكل لتر من المية سنتي واحد من مضاد السموم. طيب قلنا مضادات السموم مهمة قوي ان انتوا استخدموها لو بتشتغلوا كمشروع يا جماعة في اي عدد فوق العشرين كتكوت، لكن اخواتنا اللي بيربوا مثلا 10 كتاكيت 20 كتكوت استخدموا الخل يا جماعه. خلاص كده. مهم قوي مضادات السموم، لانها صدقوني بتعديكم مشاكل كتير جدا، بتعديكم نافق عالي، بتعديكم زرقان الفراخ بتاعتكم، بتعديكم مشاكل كتير قوي. لازم تستخدموا مضاد السموم اي نوع، مش لازم النوع اللي انا قلت لحضراتكم عليه، ولكن هو ده النوع اللي انا بستخدمه. طيب زي ما حضراتكم شايفين طبعا الاوزان، بصوا معايا هنا كده هتلاقوا الكتاكيت كلها تقريبا زي بعضها، ما عندناش تفاوت اوزان. مهم قوي يكون المكان مناسب للعدد اللي عند حضراتكم، يعني العدد مفروض يكون على قد المكان يا جماعه. مثلا هنقول لو عندنا مكان ياخد 100 كتكوت، ما ينفعش ابدا نحط فيه 110 كتكوت، لا احنا نحط فيه بس 90. ليه؟ علشان ناخد اوزان عاليه في نهايه الدوره. الفكره مش اننا نحط اعداد كبيره في اماكن صغيره، لا خليكوا يعني كده اذكياء. لا انت حضرتك قلل التكلفه وحط عدد قليل في المكان، صدقوني هتاخدوا اوزان عاليه. خلاص كده. طيب تعالوا بينا ناخد متوسط وزن على الكتاكيت بتاعتنا في اليوم السادس، ولكن عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي قبل ما انسى، لان بكره ان شاء الله يوم مهم قوي وهو اليوم السابع ان شاء الله هنحصن الكتاكيت بتاعتنا دي. إيه النهارده السموم اللي انا حطها دي، النهارده هحطها بس السقوه دي، بعد كده خلاص هبيت على ميه بيضة. ليه؟ لاننا قلنا هنحصن بكره ان شاء الله، ما ينفعش قبل التحصين نكون حاطين ادويه. خلاص كده. يبقى هنحط مضاد السموم ده سقوه واحده بس حوالي 8 ساعات مش اكتر من كده، وهبيت على ميه بيضة علشان الصبح باذن الله هنحصن. مهم قوي تسمعوا الحلقه بتاعت بكره، لان هنتكلم فيها كلام مهم قوي على التحصينات. خلاص كده. زي ما حضراتكم شايفين المكان نظيف، التهويه زي ما قلت لحضراتكم اهي، تاني يا جماعه الشباك مفتوح، الشمس داخله، الدنيا تمام. بصوا الشمس اهي على الكتاكيت، تعالوا بقوي كده نمسك الكتاكيت اهو، شايفين الكتكوت في عمر الست ايام يا جماعه، ولا ريش ولا اي حاجه اهو، شايفين التحويل ما شاء الله حاجه هايله يا جماعه. طيب عاوز اقول لكم كمان قبل ما انسى طبعا لاخواتنا اللي مش متابعين معانا، المكان ده يا جماعه فيه ثلاث انواع من الكتاكيت، فيه الاي ار، فيه القب، وفيه كمان الاربو 400 كتكوت، وال20 الثانيه مخلطه ما بين القب وما بين اللي هو الاي ار. طيب ليه حاطه ثلاث انواع يا سمر؟ حطهم يا جماعه علشان نعرف معدل التحويل انه اسرع وانه بيدي وزن عالي بنفس العلف، بنفس الادويه، بنفس المكان، بنفس المربي، بنفس كل حاجه. الفرق هنا بس هو نوع الكتكوت، معانا ثلاث انواع، والحاجه دي مش هتلاقوها غير في مزرعتك في بيتك. لو عاوزين تشتغلوا تسمين صح يبقى لازم تتابعونا باذن الله. هخلي كل واحد فيكم يعمل مزرعه في بيته بدون امكانيات، بدون ما يخرج من بيته، يبقى عنده دخل او عائد كل شهر او كل دوره باذن الله فوق الدخل بتاعه الاصلي. خلاص كده. تعالوا بينا ناخد الاوزان دي على الطبيعه ونشوف الوزن عامل ازاي في عمر الست ايام. ما تنسوش يا جماعه صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اكتبوها يا جماعه بايديكم في التعليقات، خلوها شاهد لينا، صدقوني هنمشي وهنسيب الدنيا، والصلاه على الحبيب المصطفى دي صدقوني هتفضل تجيب لنا حسنات، وهتفضل يعني ناس تقولها بسببنا. خلاص كده. يلا بينا نشوف الوزن على الطبيعه. الميزان صفر اهو يا جماعه، تعالوا بقى ناخد اي حاجه من جنبنا كده على طول. 140 جرام. 130 ما شاء الله، او 135. بصوا يا جماعه شايفين الكتكوت عامل ازاي في اليوم السادس، ما شاء الله صحته ما فيش فيها غلطه، ما عندناش اي مشكله من اي نوع. هنشيل ده وناخد واحد كمان برده.
135. سبحان الله، ما عندناش تفاوت اوزان، هناخد اي حاجه كده من جنبنا. 125 او 130 ما شاء الله، هنتمشى في المكان وناخد اي حاجه تانيه برضو. 135 سبحان الله، مفيش تغيير. ده اللي هو الاربو يا جماعه، اهو ده الكتكوت الاربو. بصوا شايفين منطقه التحويل دي، شايفين ما شاء الله الكتكوت في اليوم السادس اهو يا جماعه بيتكلم عن نفسه، ما عندناش اي مشكله، صحه الكتكوت ممتازه. التحويل زي ما حضراتكم شايفين، بصوا مفيش ريش في الكتكوت في اليوم السادس. اخواتنا اللي بيقولوا لي الكتاكيت بتريش عندنا من العمر الصغير، انتوا عندكم مشكله يا جماعه، اظبطوا الحراره، اظبطوا التهويه، هتلاقوا الكتكوت بالمنظر ده كانكم لسه جايبينه حالا، ولكن بالوزن اللي حضراتكم بتشوفوه معانا ده اهو. 135 جرام، ده اللي هو الاربو يا جماعه. على فكره الاربو بيعمل صدر وورك زي ما حضراتكم شايفين اهو، صدر الكتكوت ما شاء الله، الورك كمان باين اهو من بدايه العمر ما شاء الله، مفيش فيه غلطه. الكتكوت صوته اهو، اسمعوا مفيش فيه اي حاجه، ولا عندنا برد ولا عندنا اي مشكله يا جماعه. عودوا الكتاكيت بتاعتكم على التهويه من بدايه عمرها، هتلاقوا الاوزان دي عندكم بدون اي مشاكل. بصوا التهويه اهي يا جماعه برضو بدون اي امكانيات، شايفين المكان تاني اهو. انا بحب اتكلم في التهويه دي، لان التهويه دي صدقوني اكتر حاجه تعمل معاكم اوزان وتعدي معاكم دوره التسمين بتاعتكم بدون مشاكل، هي التهويه يا جماعه. الوزن اهو 170 جرام او 165 جرام. ده يا جماعه برضو اربو، ده مش اي ار، ده اللي هو الاربو عندنا في المكان. 400 اربو، 165 ما شاء الله. بصوا يا جماعه اهو الكتكوت بيتكلم عن نفسه، صحته وشكله بيتكلموا على الشغل المظبوط يا جماعه اهو ما شاء الله. هنشيل ده وناخد واحد كمان برضو. 315 هما الاثنين، هنحط معاهم كمان اي حاجه برضو. 285 الكتكوتين، طيب هنشيل ده ونسيب واحد. 140 ما شاء الله، عندنا معدل التحويل هايل جدا، ما عندناش مشكله. اهم حاجه ان الكتكوت يكون صحته كويسه يا جماعه، علشان تشوفوا الاوزان اللي انتوا بتشوفوها معانا دي. تعالوا بقى كده نتمشى في المكان ونجيب اي حاجه من اللي هو الاي ار، ونجيب اي حاجه برده من القب. بصوا معايا كده اللي هو الازرق ده اي ار يا جماعه، هنجيبه اهو. او 130 زي الاربو، مفيش اي اختلاف. هنشيل ده ونحط واحد كمان جيره، هنجيبه. 155 جرام، يعني عاوز اقول لكم ان الاي ار زيه زي الاربو، مفيش اي اختلاف، يعني الاختلاف كلها جرامات بسيطه، ولكن كل اللي انا عاوز اقوله لكم ان الاوزان كويسه جدا في العمر ده. يبقى اشتغلوا بالشكل الصحيح اللي احنا بنشتغل بيه، صدقوني مش لازم يكون عندكم امكانيات يا جماعه علشان تشوفوا الاوزان دي، وعلشان تعملوا شغل من بيتكم بدون تكاليف. الهدف اصلا من قناتنا ان انتوا تشتغلوا من بيوتكم يا جماعه، مش لازم تشتغلوا عند اي حد. لو عندكم شغل او وظيفه تقدروا برضو تعملوا التسمين في بيتكم، لو عندكم مكان صغير، عندكم اي مبلغ صغير في ايديكم تقدروا ان انتوا تكبروه وتنموا منه، ويبقى عندكم دخل برضو اضافي فوق دخلكم الاصلي. ودي كانت حلقتنا النهارده، بجد من قلبي بشكركم جدا على التعليقات الجميله، شكرا ليكم على دعمكم الغالي، بحبكم جدا في الله. لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد، ولو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير. اشتغلوا يا جماعه، ما توقفوش شغل، كتكوت غالي رخيص، اشتغلوا. ما علينا غير السعي والتوفيق دايما من عند ربنا، ولا هي بالشطاره ولا هي باي حاجه، اولا واخيرا هو توفيق ربنا لينا. دي كانت حلقتنا النهارده، شكرا جدا ليكم، استنونا بكره في حلقه جديده هتبقى مهمه جدا، هيبقى عندنا تطعيم بكره باذن الله في اليوم السابع. شكرا جدا ليكم، استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بالف صحه وخير.